السلام عليكم ورحمة الله أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، ومع الدرس الخامس اعرف جسمك. وكما تعودت معكم نقرأ الدرس قراءة جهرية بطلاقة ثم نتناول الدرس بالشرح والتحليل. اعرف جسمك. خلق الله الإنسان، الأذن تسمع والعين تبصر، القلب يدق ويوزع الدم، بالعقل نفكر ونفهم، بالعين نقرأ وباليد نكتب. أنا أحافظ على جسمي، أغسل جسمي بالماء والصابون، أنظف أسناني بالفرشاة. أبي يقول: العقل السليم في الجسم السليم. خلق الله الإنسان، الأذن تسمع والعين تبصر. نفكر مع بعض في معاني الكلمات. خلق معناها إيه؟ معناها أوجد. خلق أوجد. خلق الله الإنسان، جمع الأذن الآذان. الأذن مفرد يدل على واحد، جمعها الآذان تدل على أكثر من اثنين. تسمع، يبقى الأذن بتعمل إيه؟ وظيفتها إيه الأذن؟ تسمع. مضاد تسمع تصم. يعني تصم؟ يعني لا تسمع. العين، جمع العين العيون، جمع العين العيون. والعين هنا المقصود بها إيه؟ العضو في جسد الإنسان. تبصر، معنى تبصر ترى، والمضاد تعمى. يبقى مرادف أو معنى تبصر ترى والمضاد تعمى. نأتي إلى الأسئلة. سؤال بيقول لنا: من خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق كل المخلوقات. ما فائدة الأذن والعين؟ السؤال نفسه ممكن يقول لنا: ما وظيفة الأذن والعين؟ وظيفتهم إيه الاتنين؟ الأذن تسمع والعين تبصر. بماذا نسمع وبماذا نبصر؟ قلبنا السؤال مرة تانية: بماذا نسمع وبماذا نبصر؟ بنسمع بإيه؟ بالأذن. ونبصر بإيه؟ بالعين. يبقى نسمع بالأذن نبصر بالعين. الفقرة الثانية: القلب يدق ويوزع الدم، بالعقل نفكر ونفهم، بالعين نقرأ وباليد نكتب. جمع القلب، نفكر مع بعض، جمع القلب القلوب. يدق، القلب يدق. ما معنى يدق؟ مرادف ومعنى يدق ينبض، والمضاد يتوقف. مرادف يدق ينبض، وينفع نقول يتحرك. مرادف يدق ينبض أو يتحرك، والمضاد يتوقف. مرادف يوزع أي يفرق، والمضاد يجمع. يبقى القلب يدق يعني ينبض، ويوزع يعني يفرق. بيفرق إيه؟ الدم، جمع الدم الدماء، جمع الدم الدماء. جمع العقل العقول. نفهم، مرادف نفهم ندرك. بالعين قلنا العين جمعها العيون، بالعين نقرأ وباليد نكتب. نأتي للأسئلة: ما وظيفة القلب أو ما فائدة القلب أو ما أهمية القلب؟ كل هذه الأسئلة هي سؤال واحد: ما وظيفة القلب؟ يدق ويوزع الدم.
السؤال التاني، بماذا نفكر ونفهم؟ يا ترى بنفكر بإيه وبنفهم بإيه؟ لو رجعنا الفقرة مرة تانية هنلاقي بنفكر ونفهم بإيه. نفكر ونفهم بالعقل، نفكر ونفهم بالعقل. السؤال الثالث، بماذا نقرأ ونكتب؟ إيه اللي بيساعدنا على القراءة وإيه اللي بيساعدنا على الكتابة؟ بماذا نقرأ ونكتب؟ نقرأ بالعين ونكتب باليد، نقرأ بالعين ونكتب باليد. أنا أحافظ على جسمي، أغسل جسمي بالماء والصابون. مرادف ومعنى أحافظ، أهتم، وينفع نقول أعتني، وينفع نقول أصون، بمرادف أحافظ، أهتم أو أعتني أو أصون، كل هذه المعاني صحيحة. تعالوا للمضاد، مضاد أحافظ، مضاد أحافظ أهمل. جمع جسم أجسام، أغسل معناها ومرادفها أنظف، أغسل جسمي أي أنظف جسمي بإيه؟ بالماء، جمع الماء المياه، جمع الماء المياه. الأسئلة، ما واجبك نحو جسمك؟ ما واجبك نحو جسمك؟ واجبي أن أحافظ على جسمي، يبقى إيه الواجب كل واحد فينا تجاه جسمه وأعضائه؟ لأن هذه الأعضاء هي نعم من الله عز وجل، لا يجب أن نهملها أبدا، فلازم نحافظ على أجسامنا. هنحافظ عليها إزاي؟ أولا أن نحافظ على أجسامنا بغسلها بالماء والصابون. يبقى ما واجبك نحو جسمك؟ واجبي أن أحافظ على جسمي. السؤال الثاني يأتي ويقول، بماذا تغسل جسمك؟ زي ما موجود معنا في الفقرة، بالماء والصابون. أنظف أسناني بالفرشاة. أبي يقول العقل السليم في الجسم السليم. أنظف مرادف أنظف، أغسل مفرد أسنان سن، مفرد أسنان سن. مرادف ومعنى السليم، العقل السليم، ما معنى السليم؟ الصحيح. طيب ومضاد السليم إيه؟ المريض. مضاد السليم المريض. ماذا قال الأب؟ الأب قال إيه؟ العقل السليم في الجسم السليم. شبكة المفردات، يا ترى معانا كلمة إيه؟ الجسم. معانا كلمة الجسم، عايزين خمس مفردات لكلمة الجسم. نفكر مع بعض، الجسم فيه إيه؟ جميع أعضاء الجسم، ينفع نكتبها. تمام، زي وجه، رأس، إيه كمان؟ أذن، بطن، نظافة. طيب نظافة من أعضاء الجسم؟ لا طبعا، لكن الجسم واجب علينا النظافة تجاه هذا الجسم. يبقى وجه، رأس، أذن، بطن، نظافة. شبك مفردات الإنسان، الإنسان، نفكر في خمس مفردات متعلقة ومصاحبة لكلمة الإنسان. الإنسان ده إيه؟ يأكل إيه؟ يعمل إيه؟ نفكر، الإنسان كائن حي، أول حاجة الإنسان كائن حي، طعام، يحتاج إلى طعام، مفيش إنسان يعيش من غير طعام. إيه كمان؟ جسم، الإنسان عبارة عن جسم إيه مع روح، يبقى الإنسان جسم وروح. الإنسان له عقل، نقول تاني مع بعض، الإنسان كائن حي، طعام، جسم، روح، عقل. خريطة الكلمة، السليم، خريطة الكلمة بنعمل إيه؟ بنجيب لها أربع كلمات، خريطة الكلمة بنجيب لها أربع كلمات، معنى ومضاد ونوع وجملة. المعنى أو المرادف، بعد كده المضاد، بعد كده نوع الكلمة، وأخيرا الكلمة في جملة. السليم مرادفها، نفكر مع بعض،
كما قلنا في الشرح سابقا مرادفها الصحيح، مضادها المريض، نوعها موجود أولها ألف ولام تبقى إيه؟ تبقى اسم. الجملة زي ما جات معانا في الدرس، العقل السليم في الجسم السليم. خريطة كلمة أخرى، كلمة يدق، عايزين مرادفها، مضادها، نوعها، والكلمة في جملة. مرادف يدق ينبض أو يتحرك، مضادها يتوقف، نوعها إيه؟ ما فيهاش ألف ولام ولا أي علامة من علامات الاسم، ولا تقبل دخول الألف واللام ولا أي علامة من علامات الاسم، وكمان تدل على حدث في زمن. يبقى يدق نوعها فعل. يدق في جملة، القلب يدق. كلمة أخرى، أحافظ. أحافظ مرادفها، مضادها، نوعها، الكلمة في جملة. مرادفها إيه؟ نفكر مع بعض. قلنا أهتم أو أعتني أو أصون. مضادها أهمل. نوعها ما فيهاش علامة من علامات الاسم ولا تقبل أي علامة من علامات الاسم، يبقى نوعها إيه؟ فعل. طيب عايزينها في جملة، أحافظ على نظافتي أو أحافظ على جسمي أو أحافظ على صلاتي، أو أي كلمة أو أي جملة بها كلمة أحافظ. آتي أخيرا إلى عائلة الكلمة. عائلة الكلمة لكلمة إيه؟ خلق. نفكر مع بعض في عائلة الكلمة، كلمات في معناها ونفس الحروف وقريبة منها، يعني مشتقات الكلمة. خلق يخلق، خالق، مخلوق، خلق. يبقى دي عائلة كلمة إيه؟ خلق. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا اليوم. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم وفهمتم الدرس جيدا، وإلى أن ألقاكم لكم مني أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.